نار، إذا خالف ذلك فالعياذ بالله. فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل هو بتصفية السنة. فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لابد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك، وهو شيء لا بأس به فيما نعتقد. فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من تصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذات السؤال.